بسم الله حر. كيف حالكم؟ انتوا طيبين؟ وانتوا مبسوطين؟ من الله قريبين؟ على النبي مصلين؟ عبير وديلو بالحبة مو بالكيلو. أجل وضعكم في السليم. الله يدوم. وبناء على طلب الجماهير وتلبية لتصويتكم في المنتدى، اليوم راح احنا نسوي لكم التحدي السيارة اللي حصد نسبة 78% من تصويتكم في المنتدى. راح نسوي لكم تحدي السيارة اللي قدامنا هي اللي تحدد طلباتنا. لا لا، احنا نبغى التحدي السيارة اللي ورانا. يا فيصل اللي ورانا احراج. يا فيصل ما انت شايف التحدي اللي قبل ايش صار فينا؟ احراج. ما انا صراحة اذا تبغون تحدي السيارة اللي ورانا ما راح انزل. جميل اللي ينزل. انت اللي تنزل. لا والله لا, لا تحلف ابو خالد. لا انت لا والله لا والله يا اخي حراج، انا كل مره وجهي يطيح في الارض. عندك انت خلاص نزلت كذا مره صار عندك خبره وانت قدها. معليش هذا شغله. عاجبك انت كذا؟ عاجبك؟ ايوه عاجبني يا اخي. خليها اللي قدامنا. لا لا ما في. اللي ورانا انت تستطيع. طب ايش المطعم؟ انا اختار المطعم الاول. اختار. يلا فروج الطازج. طازج ما طازج. أهم شيء تشترولي دونات حبيبي. أنت مو حددت السيارة اللي ورانا هي اللي تحدد طلباتنا أنت ونصيبك. إذا اللي ورانا طلب دونات بجيب لك دونات إن شاء الله. اليوم ما يكون فيه دونات. ترى أنا أعرفك. ليش تعرفني؟ إيش قصدك؟ أنا أعرفك. يعني إيش قصدك؟ ترى إذا ما جبت ترى خلاص. يعني ايش خلاص؟ ترى خلاص راح انا طز علي البيت وما راح اسوي ذا التحدي. خلاص ابشر. سلام. Tell me what you had to go and drive me so crazy. Now I feel lost without you and I just can't be without you baby. Won't you all night long? Won't you all night. خالد هلا. اللي ورانا شخص كيف؟ والله انا سامع صوت قر 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 قر. حس بدينا ورانا. اي خليك هادي وانت معاهم. انزل انت يا ابو خالد. لا والله يا اخي انا كل تحدي انزل والله ما يصير زي كذا. انا ادعمك من بعيد. سامع صوت الشمك كمان حقه. السلام عليكم. كيف حالك؟ معك دقيقه. معك انت تستطيع من اليوتيوب. كان اليوتيوب. انا من اليوتيوب. ايوه يبغى يسوي تحدي سياره ورا نفسه فاتوره نشيلها. اوكي نفسه طلب. يلا وين يدفع حساب كمان حقه. اوكي يلا خالد. هاي سامع هذا بيطلب رز. ها بيطلب رز ولحم. هات الكاميرا. ابى انزل اشوف ايش يطلب. توكل على الله. ابى اروح اطلب نفس طلبات السياره اللي وراي. بسم الله توكلت على الله. الله يعيننا على الإحراج. السلام عليكم. بالله طفي الموتر دقيقة بس عشان أبهرشك. طفي الموتر عشان أبهرشك بس. حبيبي عندي تجربة اجتماعية فحاب أصورك ممكن؟ الله يعطيك العافية. طبعا أنا عندي قناة في اليوتيوب. قناة التلفزيون هذه ولا وش؟ لا هذه قناة في اليوتيوب اسمها أنت تستطيع. كل يوم جمعة أسوي فيها تحدي، واليوم التحدي أسوي تحدي السيارة اللي ورايا وأطلب نفس طلباتها وحاسب عليها. لا هذه قناة يوتيوب. يوتيوب تعرفها؟ قد شفته باليوتيوب. معكم مرعي صغير. أيوه معانا فيصل لو تعرفه. يعني تعرفوه؟ قد شفته باليوتيوب. أهم شيء إحنا الحين ناخذ نفس طلباتها. القناة هذه وش هي ذي القناة؟ هي قناة في اليوتيوب حق التحديات. ونسوي فيها كميات كبيرة كل أسبوع. وهذا الأسبوع إن شاء الله بناخذ نفس طلبكم وإن شاء الله يطلع كمية كبيرة يعني وبنحاسب عليكم. مسوين تحديات. راح نحاسب على الفاتوره حقتكم كمان. لا الحساب خله. لا الحساب لازم. لا والله الحساب علينا. حساب انا داخل على الله ثم عليه. نفس الطلب حقنا في القناه اعطيهم. دقيقه لا 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 والله احنا انا بطلب نفس الحساب. نفس الحساب داخل على الله ثم عليك. الحساب عندي يا ابن حلال. الحساب عندي. لا ما انت كذا خربت التحدي. اسمع يا ابن حلال دقيقه. لا والله الحساب علينا. لا والله الحساب علينا. الحساب ما عليك خلي حاسب.
بعدين لا حساب علينا حساب علينا. طيب طيب الحساب عليكم ما في مشكلة. انتم ضيوف عندنا وما يحتاج. الله يعطيك العافية. جيتوا فوقنا وما يحتاج. بيض الله حساب وجه. علينا يا. طيب التحدي لازم انا اللي حاسب ابن الحلال. لا والله حلف ذي المرة حساب علينا. شوفي ناس ثانيين ان شاء الله تحدي وحاسب فوق. الله يعطيك والله حرجتونا كذا ابن الحلال. بالله خلينا حاسب انت. لا والله. الله يعطيك والله حلفت. والله ما يحاسب انت. مرة حلفت. خربت التحدي. هذه تستاهلون. والله خربت التحدي. ايش اسوي؟ ايش اسوي؟ ايش الحل؟ الله يعطيك العافية. بيض الله وجهك، شكرا لك. طيب اعطيني الفاتورة حقتي ولا فين؟ تفضل هذه فاتورتي. هذه فاتورتي عندك اياها. ايش طلبكم؟ ايش طلبكم؟ هذه فاتورة حقي؟ هذا اثنين بسبوسة. اثنين فروج؟ ايه. واثنين بسبوسة. الله يعطيك العافية. عندي تحدي في القناة كل فيه 15 فروج. ان شاء الله انك تزورنا. باذن الله. وتجينا حول عزبنا. والله ان شاء الله باذن الله. نسوي تحدي باذن الله. بيض الله وجهك. يا مرحبا. شكرا لكم، شكرا لكم. الله يحييك. باركينج ها؟ ها؟ فين نروح؟ باركينج. باركينج؟ اوكي الفاتورة الحمد لله. ايش الهرجة؟ بالسلامة يا شباب، عدت بالسلامة. ايش الهرجة؟ ها؟ ما رضي ابوي الا هم اللي يحاسبون. والله سمعت اصوات و... الحمد لله. لا تنزل في زعلك. والله يا ابو خالد ليش ما نزلت يا ابو خالد؟ حرام عليك. لا سمعتك تقول يعطيك العافية كذا، قلت شكلك تعودت من الشيطان. خليني جالس في السيارة احسن لي. هذا طلبنا. بعطي نبرات. حقنا احنا. خلاص. خدمة يا بيض الله وجهك يعطيك العافية. بس المفروض ترى هذا مشهور حقك الله يوفقكم. يعطيكم العافية ما قصرتوا. ترى دقيقة دقيقة المفروض احنا اللي نحاسب ترى. هذه المرة عندنا. والله ترى انت خربت التحدي. نبغى لك زيارة عندنا ان شاء الله. الله يسعدك. قلت تم ان شاء الله. تم بس طلب بسبوسة. ان شاء الله. يعطيكم العافية. يلا سلام عليكم. ما قصرتوا. يا هلا يا هلا. حبيبي هذا مطعم الطازج ما فيه دونات، صنشت اذني بشويش. ايش بك؟ هذا الطازج ما يبيع دونات، ايش بك؟ ايش فيك؟ يعني انا في كل اتحدي اجلس انا اتفرج عليكم. ما انتوا قاعدين تاكلون وانا ما اكل. في بسبوسه تمشي ولا ما تمشي؟ خلاص تمشي. بس بك. طبعا طلع الطلب حق السياره اللي ورانا فروج. واو. طبعا انا طلبي سمبوسه. سمبوسه ولا بسبوسه؟ بسبوسه. بسبوسه. قبل لا نبدا التحدي لا تنسون تعطونا احلى لايك واشتراك وانشر المقطع في كل مكان. انت تستطيع. بسم الله نبدا. بسم الله نبدا. تمسك الدجاجه زي كذا بالفخذة. يا قلبي الله الله الله. أمل فيها شوية وخش عليها. انت انت توخر ريادك على السمبوسة. على ايه؟ على السمبوسة. اسمها بس بوسة. لا سمبوسة. والله رهيب يا ابو خالد. ولا انا شنو جيعان. لا رهيب. ودك تاكله بالعظم. ودي بس حتكسر سنوني. كيف هذا بعد ما تشيل طبقة الجلد يجي مقمر كمان. ما تاكل الجلد انت؟ والله ما احب. بالعكس. التتبيلة كلها في الجلد. والله بسبوسة. لا البسبوسة حلوة. سمبوسة بسبوسة. خذها. خالد في خبز؟ في. عندي حركة دائما أسويها بالخبز. الله يسعدك. من الفرن. قلبي. في كاتشب طحينة دور بالله. طلع أي صوصات عندك. الخطوة الأولى تجيب البطاطس تحطونها هنا
بالكامل يا قلبي. كاتشب على أيوه. جيب الطحينة على خفيف بس. أهم شيء كاتشب. جيب كاتشب. كثر كاتشب. كمان لا يوقف. هات اللي بعده. يا قلبي اللي بعده. في قارورة شطة عندك؟ بس هو تمسك السندوتش زي كذا وتمسج مساج خفيف. يا ساتر الريحة فاحت. رايحة. الله على الجمال. الله على النبي. والله السندوتش رهيب. يبغاله جبنة شيدر وشطة. كبدة مو رهيب. من اين لك هذا؟ يا قلبي هذه مقمرة صح. مقمرة. انت واصلة؟ انا واصلة. يلا عداني بلقمة واحدة انا وانت. لقمة واحدة؟ لقمة واحدة ولا شيء. واحد اثنين تاك. خلصت. خش اللي بعده. هاي يلا سباق كلنا. انت الصغيرة هذه ابو خالد هذه وانا هذه. واحد اثنين ثلاثة. نعم لا ما حاكو سريع. دن وربي دن. ايش في كمان؟ بسألك سؤال. انت تنظر؟ جد والله. مستحيل انك تنظر. والله في باقي شيء؟ لا خلاص. ايش المطعم اللي بعده ابو خالد؟ المطعم اللي بعده بدك بيتزا؟ قدام. خلنا نروح ليتل سيزرز. سلام. Why'd you have to go and drive me so crazy? Now I'm feeling lost without you and I just can't be without you, baby. Want you all night long. Want you all night long. Tell me why'd you have to go and drive me so crazy? Now I'm feeling lost without you and I just can't be without you, baby. Want you all night long. Want you all night long. Want you all night. Want you all night. والله للأسف ضربنا مشوار وما عندهم خدمة سيارات. ايش الحل يا ابو خالد؟ اما كذا تمقلبنا؟ والله تمقلبنا. في لهم فرع ثاني صح؟ في فرع ثاني في المحطة. مشينا؟ مشينا. سلام. Tell me why'd you have to go and drive me so crazy? Now I'm feeling lost without you and I just can't be without you, baby. Want you all night long. Want you all night long. Tell me why'd you have to go and drive me so crazy? Now I'm feeling lost without you and I just can't be. Abu Khalid. يلا Abu Khalid. هلا يا ابوي. فين محل البيتزا هذا حق ليتل سيزر؟ يا ابوي هنا ثاني محل. كان هنا هذا مكان المحل حق الشاورما. ايوه جوجل ماب جايبنا هنا بالضبط. عزل ايش الحظ هذا يا اخوي؟ ايش الحل يا فيصل؟ ما ادري بس ايش رايك نروح مطعم دونات؟ ايش رايك؟ نروح دونات ما في مشكله كالعاده. هيا دزة دزة. السلام عليكم. كيف حالك يا مدير؟ كيف حالك؟ الحمد لله كويس. يبغى يسوي دحين طلب سياره ورا تمام. انا يشيل نفس الطلب سيم انا يسوي يحاسب عليه ويحاسب على فاتوره حقي. خلاص يعني هذا سياره ورا دحين. ايش في تسوي هذا؟ يوتيوب. انا في شانل. لا شانل يوتيوب مشكله.
ايش في مشكلة؟ شركة بعدين قال لي لا ما في مشكلة. شركة قال لي ما يبغى صورة عندك. ما في مشكلة ما في خوف، هذا دعاية، أنا أسوي دعاية، أنا أسوي الحين طلب سام سيارة ورا، أوكي؟ يلا. بنزل، الله يستر. ادعوا لي يا شباب. الله يقويك. ادعي لي يا فيصل. ترجع سالم. بروح أطلب نفس طلب السيارة اللي وراي، الله يستر. السلام عليكم. لو سمحت أنا عندي قناة في اليوتيوب فأبغى أصور معاك. نعم. طيب ما في مشكلة، بس أبغى أطلب نفس طلبك وحاسب عليه، ممكن أطفي الكاميرا؟ أبشر. طيب أبشر أبشر. طب بس خليني أصور الفاتورة لو سمحت، أصور الفاتورة وأطلب نفس الطلب حقه. بطفي الكاميرا خلاص. أبشر، ما عندك مانع ناخذ نفس طلبك وحاسب؟ ها الله يعطيك العافية. ايش طلب يا محمد؟ هو ايش في طلب؟ 6 حبات هنت. 6 حبات. جيب بالله، جيب كمان ثاني سام طلب حقه. يعطيك العافيه يا حبيبي. خلاص انا بحاسب حساب 22. انا بحاسب. هو ما يبغى يسوي صوره، انا اسوي حساب. يلا جيب فاتوره. دير انا ما يبغى اي شيء مشكله. يا اخي ما في مشكله، ايش في خوف انت؟ انت اكتب، انت تستطيع يوتيوب، ما في مشكله. ايش يلا جيب شبكة 2 فاتورة. هذا حقي انا؟ شكرا. شكرا. خذ ابوي فاتورة. توكل على الله، لا تصورني ولا صور. طيب ما بصور، خذ الفاتورة. طيب خلاص خذ الفاتورة. معاك. اخذنا الطلب الحمد لله. ايوه. ما عاد بطلب طلب السيارة اللي ورانا، خلاص. كمان اخذت لك اخر تحدي هذا. كلمة ثانية؟ نشوف لنا تجنيبة طيبة ونيطة. سلام. انا اللي ابغى. ايش تبغى؟ اختار واحدة. يلا. واو، بسم الله. وانا ابغى اخذ اللي بالفانيليا واللي بالشوكولاتة. طبعا الشوكولاتة نحيفة ودائرية. أصبروا أقول لكم حاجة. الوضع كفو. لايك. أتحداكم أنتوا تكون سباق. مين يفوز، أنا ولا خالو؟ تكون خالو، عشان هو خالو وحش. جالس أعزز لك. أنا سابقك. دقيقة، أنا هذه وأنت الثنين دي. إيش؟ انت الوحش يا هو. بابا هو وحش انت. خلينا انت عززلي ان شاء الله افوز. 1 2 3 go. What the? انت ما تنبع. ما تنبع. كم انبع؟ رهيبة. رهيبة بس نارجين. رهيبة. عشان المطعم اللي بعده. ترى ما راح يطلب من طلبات السيارة. انا اضبطك. والله؟ وين نروح؟ شاورما وصوص. والله يجي. بس ها علي شاورما وصوص. سلام. You had to go and drive me so crazy. Now I'm feeling lost without you, and I just can't be without you, baby. Want you all night long. Want you all night long. Want you all night. Want you all night. Want you all night. Want you all night. To go and
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ الحمد لله. حبيبي أبغاك تشوف آخر طلب عندك في السيستم حلو. تعطينا زيه بالضبط حلو. نفس آخر فاتورة. أوكي؟ شيء ثاني؟ الله يعطيك العافية. شكرا لك. هلا والله. هذا آخر فاتورة الله يبارك. إيش الطلب؟ 2 مانجا، 1 تربو دجاج، 1 تفت دجاج، 2 موزريلا. يلا. 100 ريالين. 100 وكم؟ ريالين. كم دقيقة؟ 7 دقائق 8 دقائق بالكثير. الله يعطيك العافية. هلا بالحامل والمحمول. اهلا وسهلا. يعطيك العافية. تفضل يا غالي بالعافية. ما شاء الله تبارك الله. هذا عصير المانجا. شكرا لك. نشوف لنا تجنيبة طيبة. وانا طهمج. انا عندي سندوتش تيربو، وانت؟ انا عندي داخل صندوق الحب هذا وجبتي المفضلة توست 95. ابا ابا يا قلبي. شايف المنظر؟ طبعا هذا خبز بريوش، صراحة الخبز لحاله حكاية. الخبز قصة طبعا بدون مبالغة، الخبز تاكله لحاله وتمزمز عليه. شوف الجبنة كيف ذايبة. الله على الجمال. طب امسك لك العلبة. طبعا انت لك تتفرج. جيعان مرة والتنك فاضي، فولها ب 95. هذا توست 95 يا جماعة. هذا دحين ابو خالد راح يفول. روح روح يا وحش. ايوه 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 انت تستطيع. صح صح. الله عليك. الله 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 الله. بدخل معاك ابو خالد. لابد من المشاركة يا اخي، ما ينفع تاكل لحالك. اطلق سندويتش في شاورما وصوص. ايوه بلد سندويتش. يا جماعه هذا الشيء ادمان. طبعا مانجا شاورما وصوص خنفشاريه صاروخيه. ايوه بسم الله. الله فيها كذا شرائح المانجا، حبيبات ثقيله، حس المانجا كذا مركزه تسرسح. اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله تضرب فراس المخ هنا. فراس المخ والله. اللي ما جرب مانجا شاورما صوص فات نص عمره. لذيذه ورب الكعب انها اسطوريه. خش 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 انت. روح يا ابو خالد روح. ربي الشرطه تخرج من خشمك. قول الشرطه هذه لعبتي. يلا وريني. كم مره اقول لك؟ واو شفت اقسم بالله انه قدها. خلينا نشوف اصابع الموزاريلا نقنق عليها. واو 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 لا تقطع خليها خليها دقيقة بلا دقيقة لا تقطع دقيقة دقيقة لا 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 خليها اوصل معاك يا بلا قطعتها قطعتها اقسم بالله قطعتها حاجة تسويها. انت بتستمتع بالمانجا يا ابو خالد؟ فك الغطا كذا. تجي كذا شعيرات المانجا والحبوب الصغيره هذه والقطع كمان كبيره. قربع والله رهيبه. اللي يعرف مانجا مصر حقت فرغلي نفسها بالضبط. تسابق نفس الحجم شوف. اوكي انا اكثر منك شويه. عد عد يا فيصل يلا.
1 2 3 go tan 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 dun dun. الله نقوره لان ما استدلت فيها. هات انت عندك شيء هنا. سلام وربي رهيبه. باقي شويه هذه شويه دقيقه. مش المطعم اللي بعده هادي المطعم اللي بعده ايش؟ بس اهم شيء انت اللي تنزل، انا ما راح انزل. لا يا ابوي لا انا ما راح انزل والله. لا والله احراج و والله ما راح انزل فشله خلاص. انا بعد الاحراجات اللي انحرجتها اليوم ما راح اسوي التحدي ذا نهائي. توبه توبه خلاص. لو اعطيتك مانجا افكر. ما راح اسوي والله. اتمنى عجبكم التحدي بساس الدنيا ليل، واتمنى عجبكم ذا التحدي، ولا تنسون تعطونا احلى لايك واشتراك وانشروا المقطع في كل مكان. سلام. عارف من زمان جدي راسي مصدي عرقي ندي في التحدي ما حد قدي تشوفني مهدي لكن مني ما بتعدي انا شغلي جدي حقك هدي لكن والله ما تعدي انت تستطيع لا تحاول تيجي في خطي ترى راح تضيع.